Good morning, everybody. طابع صباحكم. اسمي جون حارس، أنا رئيس تحرير بوليتيكو وأشتغل في منتدى الاقتصادي العالمي، ولدي النقاش مع معالي رئيس الوزراء العراق الذي هو الذي بدأ عمله منذ أكتوبر 2022، وكان لديه تجربة وخبرة كبيرة في السياسة، وكانت لديه كنت في محفظة الزراعة وحقوق الإنسان، وكانت لديكم وزارة أخرى في العراق، وعملكم أكيد عسير. لدينا نصف ساعة، وهذا النقاش مبث مباشرة على الهواء، وسنحاول في هذا الإطار أن نتحدث على ملفات مختلفة في نصف ساعة، وسنحاول أن نحترم الوقت كذلك الذي تم تحديده لنا من طرف منتدى الاقتصادي. مرحبا بك معالي رئيس الوزراء، أهلا وسهلا بكم. عدد كبير من الناس، وهذا ربما صحيح في بلدي في الولايات المتحدة، وهذا يسري على العديد من الناس، لديهم صورة للعراق، عراق يعيش وكأنه قبل 20 سنة، حيث كان هناك عنف، وهذه هي الصورة الموجودة، ليست لدينا صورة حديثة حول الأوضاع في العراق. هل يمكن تعطينا رأيكم سيدي حول الأوضاع الراهنة في العراق الآمن والتفاؤل؟ هل هناك خوف؟ ما هو وضع العراق اليوم؟ هل لك أن تعطينا صورة؟ تفضل سيدي. تحية لكم جميعا، الحضور الكريم، فرصة طيبة سيد هارس أن نجري هذا الحوار في دافوس في هذه الظروف. بالنسبة للسؤال الذي تفضلت به، بالتأكيد كانت عملية التغيير بعد 2003 عملية معقدة، شهدت محطات كثيرة، منها بناء المؤسسات الدولة، نحن خرجنا من نظام دكتاتوري إلى نظام ديمقراطي، أيضا ظروف أمنية كانت قاهرة، إرهاب استهدف العراقيين بدون استثناء، وانتهى بمسلسل داعش. هذا الفكر الخطير الذي كان يهدد ليس فقط العراق وإنما المنطقة والعالم. أمام هذه التحديات والصعوبات خرج الشعب العراقي منتصرا موحدا بمساعدة أصدقائه من الدول الصديقة التي وقفت معه في هذه المحنة. اليوم نحن رغم كل هذه الظروف، رغم التباين بالمواقف السياسية والاختلاف في وجهات النظر، لكن هناك اعتماد أو تبني للنظام الديمقراطي والتبادل السلمي للسلطة الذي يجري في الدورات الانتخابية على المستوى الاتحادي أو على المستوى المحلي. قبل أسابيع أجرينا انتخابات محلية كانت معطلة منذ 10 سنوات، وانتخابات في مجلس محافظة كركوك كانت متوقفة أيضا منذ عام 2005، وكركوك والتي تمثل عراق مصغر. هذا مؤشر واضح على الاستقرار السياسي. الخطاب القوى السياسية اليوم ليس خطاب يستند إلى خطاب طائفي ديني مناطقي أبدا، وإنما خطاب وطني، خطاب ماذا نقدم للمواطن من خدمة. هناك تنافس في تقديم برامج التي تخدم المواطنين. هذه كلها علامات صحية على استقرار النظام السياسي. التحديات اليوم في العراق ليست تحديات أمنية، تحديات اقتصادية، تحديات مناخية، تحديات إصلاح إداري، وهذا يعطيك إشارة أيضا واضحة حول حقيقة الوضع في العراق. نحن نحاول أن نمضي بخطى ثابتة، خصوصا مع هذه الحكومة التي وضعت أولويات 5 حددت من خلال تطلعات وأمال الشعب العراقي، والمتمثلة بتوفير فرص العمل وتخفيف الفقر وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد وإصلاح الواقع الاقتصادي. اليوم العراق الآمن المستقر هو ضرورة للمنطقة، هذه المنطقة المهمة للإقليم والعالم. العراق
العراق تاريخيا كانت ترتكز على إيرادات النفط، ومنذ سنوات دافوس كانت تدعو للانتقال من اقتصاد ريعي. ما هي مجهوداتكم لتحديث الاقتصاد العراقي لما تغادروا، وأنتم لا تعلمون متى ستغادروا هذا المنصب؟ ما هو التغيير الذي سيكون قد طرأ فيما يتعلق بالتنوع الاقتصادي وتحديث الاقتصاد؟ اعتماد على عائدات النفط كمصدر أساسي لتمشية أمور الدولة كان واحد من العوامل اللي أضعفت النمو الاقتصادي في البلد طيلة العقود الماضية. في هذه الحكومة وضعنا هذا الهدف أمامنا، والانتقال نحو تنويع الإيرادات في برنامجنا وفي الموازنة الاتحادية لثلاث سنوات وضعنا هدف خفض اعتماد الموازنة على إيرادات النفط من 95% إلى 80% خلال هذه الثلاث سنوات. أيضا وضعنا نسبة 5% معدل النمو المستهدف خلال هذه الفترة. هذا بالتأكيد يتم من خلال عدة سياسات وبرامج، منها يتعلق بإصلاح وهيكلة قطاع الطاقة الذي لم يستثمر بالشكل الصحيح. نحن نتكلم عن بلد ينتج لديه الإمكانية ينتج 5 مليون برميل، ولم نستثمر الغاز، نستورده من دول الجوار ونستورد المشتقات النفطية من دول الجوار، ونحن بلد نفطي. هيكلة هذا القطاع وتوجيهه بالاتجاه الصحيح سوف يوفر لنا عائدات إضافية نستثمرها في نواحي أخرى. بنفس الوقت نحن توجهنا إلى مشاريع استراتيجية مهمة بالتوازي مع الإصلاح الهيكلي للاقتصاد. عندما نطرح ميناء الفاو وطريق التنمية، هذا المشروع الرائد في العراق والمنطقة، وعندما نطرح مشاريع التكامل للإنتاج النفطي والغاز والبتروكيماويات وكذلك الأسمدة ومشاريع الطاقة النظيفة ومشاريع الزراعة والصناعة، إذن نحن أمام مسار صحيح لتنويع مصادر الدخل. أنا في أخبار الأعمال متخصص في ذلك، وأحيانا الأخبار ليست واضحة من العراق للأسف الشديد. أنا شخصيا قرأت بعض المعلومات حول ردكم عن ضربات المسيرات التي قامت بها الولايات المتحدة، واستنتجتم بأن حان الوقت للقوات الأمريكية لكي تغادر العراق. ما هو موقفكم فيما يتعلق في مغادرة التحالف والقوات العسكرية من العراق؟ هل يمكن أن توضح الموقف إذا كان ممكن؟ واحدة من التحديات اللي تواجه العراق هو عدم نقل الصورة الحقيقية، لذلك تلجأ بعض الوكالات ومنها وكالتكم مؤخرا لاعتماد خبر نقلا عن الخارجية والمستشارين، ولا ندري صحة هذا الخبر ولا الوثيقة التي اعتمدتها، في حين أننا نصرح ليل نهار من خلال المتحدثين الرسميين من خلال الخارجية حول موقفنا تجاه وجود التحالف الدولي، وهي فرصة مهمة أن نبين هذا الموقف. أولا، العراق حكومة وشعبا يكن كل الاحترام والتقدير للموقف الدولي الذي ساهم مع الشعب العراقي وتضحياته الكبيرة والغالية في دحر داعش، وهذا موقف لا ينسى خصوصا لدى الشعب العراقي. القضية الأخرى أن مبررات الوجود كانت لمواجهة داعش. اليوم الموقف الأمني بشهادة كل المختصين في العراق ولدى الأصدقاء، داعش لا تمثل تهديد للدولة العراقية. حاليا هناك مجاميع منفردة، أشخاص يهربون ويختبئون في الكهوف في الجبال في الصحراء، تطاردهم الأجهزة الأمنية وتختص منهم. الجاهزية لقواتنا الأمنية اليوم وقدرتها الواضحة بمختلف صنوفها وتشكيلاتها هي عامل استقرار
وأمان وضمان للوضع في العراق. من أجل ذلك ومن خلال هذه المعطيات بدأنا بتنفيذ التزام قدمته الحكومة أمام مجلس النواب عند التصويت على الكابينة الوزارية والبرنامج الوزاري. ما فات هذا الالتزام أن نجري حوار مع التحالف الدولي لترتيب انتهاء هذه المهمة، وهذا ما كان محور زيارة وفد عراقي برئاسة وزير الدفاع إلى واشنطن في آب 2023، والاتفاق الذي حصل بتشكيل لجنة ثنائية للبدء بالحوار وترتيب انسحاب المستشارين الدوليين. لكن أحداث 7 أكتوبر أوقفت الاجتماعات التي كان افترض أن تبدأ. اليوم وبعد التداعيات والاعتداءات التي تحصل على المقرات الأمنية العراقية، نحن أمام استحقاق وهو المباشرة فورا للبدء بهذا الحوار، للخروج بتفاهم حول ترتيب جدول زمني لانتهاء مهمة المستشارين الدوليين، والانتقال إلى علاقات ثنائية في كل المجالات حالنا حال أي دولة في المنطقة والعالم. اليوم كل الدول المنطقة ترتبط بدول التحالف الدولي بعلاقات أمنية وجهود مشتركة وعمل وتعاون على صعيد مكافحة الإرهاب. فمن الطبيعي لدولة ذات سيادة مثل العراق أن ينتقل إلى هذه المرحلة. هذا الأمر يجب أن يفهمه الأصدقاء، هذا مطلب شعبي وطني رسمي واضح المعالم. نحن جادون في هذا الأمر وفق صيغة التفاهم والحوار، ونأمل في القريب أن تباشر اللجنة هذه الاجتماعات. تكلمتم على تطلعات الشعب العراقي، ولكن موقفكم أنتم كرئيس وزير الوزراء، هل تعتقدون بأن التحالف بقدر ما نسرع انسحابه بذلك القدر سيكون أحسن؟ ما هو موقفكم أنتم شخصيا؟ انتهاء مهمة التحالف الدولي ضرورة للأمن واستقرار العراق، وأيضا ضرورة للحفاظ على علاقات ثنائية بناءة بين العراق ودول التحالف الدولي. هذا الحديث من رئيس وزراء وليس من مستشار أو وثيقة أخرى. نعم، الوقت صعب جدا، الظروف عسيرة جدا بعد ما قام به حماس في أكتوبر 7، ونحن نتطلع إلى أن هذه الحرب لا تتوسع ولا تصبح نزاعا إقليميا، وهذا ما نتطلع، ولكن المخاوف موجودة على أي حال. ما هو نظرتكم وتقييمكم للوضع حول الوضع المتذبذب في الحرب، بين الهجوم الإسرائيلي على غزة؟ هل تعتقدون بأن هذا قد يتوسع في المنطقة أو ربما يتوسع حتى لبلدكم؟ ما رأيكم؟ إشكاليات منطقة الشرق الأوسط الأمنية إنها تتجاهل حقيقة واضحة متمثلة بنضال الشعب الفلسطيني وهدفه في إقامة دولته فلسطين وعاصمتها القدس. من يتصور أن الأحداث بدأت في 7 أكتوبر وإنما هي جاءت نتيجة تراكمات لتجاهل هذا الحق ولتجاهل سياسات الاستيطان والقتل والتهجير التي قامت بها سلطات الاحتلال. فانفجر الشعب الفلسطيني في 7 أكتوبر وانتهينا إلى هذا الوضع المأساوي الذي لم يسبق أن مر على العالم في التاريخ. نحن أمام إبادة جماعية حقيقية لمليونين مواطن فلسطيني في منطقة مكتظة في غزة، وأمام صمت المجتمع الدولي الذي يكتفي بعبارات لم تؤدي إلى نتيجة. في مؤتمر القاهرة وكان مباشرة بعد الأحداث كنا نتحدث الكل في جملة واحدة: لا نريد اتساع ساحة الصراع. اليوم بعد مرور
100 يوم من هذه الحرب اتسعت ساحة الصراع إلى البحر الأحمر، إلى لبنان، إلى سوريا، إلى العراق، ولا نعلم متى تتوقف هذه المساحة من الصراع. هذه منطقة حساسة تمثل ثقل إمدادات الطاقة للعالم، تمثل ممرات اقتصادية مهمة للعالم. إذن التأثير لا يختصر على منطقة محددة بعينها، وبالتالي على المجتمع الدولي أن يأخذ مسؤوليته القانونية والأخلاقية تجاه حكومة الاحتلال التي مصيرها مرتبط بإدامة أمد الحرب. فلا يمكن للعالم أن يقف خلف رغبات شخص متهور مثل نتنياهو استباح كل المواثيق وكل الأعراف وكل القوانين الدولية، وهذا ما حصل في غزة. هذه وجهة نظرنا، هذا خطابنا، حديثنا، تواصلنا مع الجميع. لذلك نحن قلقون من أن الأمور إذا بقيت على حالها فسوف نكون أمام حرب شاملة في المنطقة لا سمح الله. قلتم إن لم نتحرك ما الذي سيحدث؟ رئيس وزير الخارجية بلينكن كان هنا وحاول أن يتكلم مع زميلي توم فريدمان، وفي حواره قال يعني هناك صدمات وهناك يعني اقتتال، وقال بلينكن بأن الظروف في المستقبل القريب ستكون إيجابية، وقد تكون هناك بوادر لحل مشكلة الشرق الأوسط. البلدان العربية تريد أن تطبع علاقتها مع إسرائيل، ولكن شريطتها أن نجد حلا للقضية الفلسطينية وخاصة غزة، وأن سيكون هناك تعافي والعودة إلى حل الدولتين. في هذا الإطار بلينكن تكلم بنوع من التفاؤل، ما رأيكم حول ما قاله السيد بلينكن حول هذه الديناميكية والزخم الذي سيحدث بعد نهاية هذه الأزمة؟ تقييمكم؟ جديد في هذا الكلام، الكل يتحدث به، وبنفس الوقت هو مرفوض من سلطات الاحتلال. يعني حتى هذا السيناريو المزمع تنفيذه ما بعد انتهاء الحرب هو مرفوض ابتداء. في كل لحظة نحن نجلس هنا وهناك أطفال نساء يسقطون ضحايا بسبب استمرار هذه الحرب. هناك فشل للمجتمع الدولي ومؤسساته ومنظماته أمام هذه الأزمة الإنسانية الأخلاقية القانونية. لا يمكن تبريره ولا يمكن الذهاب بهذه المفردات التي لا يعترف بها الآخر. يبدو بأنك لست متفائل سيدي، ولكن السيد بلينكن كان فيه نوع من التفاؤل، هو صحيح، لأن بلينكن بأنه سيبذل كل ما في وسعه لكي يساعد الإسرائيليين لكي يعودوا إلى المسار الصحيح، ولكن لا أعرف ما هو المخرج. أين هي مقررات مؤتمر أوسلو، مؤتمرات مدريد، مؤتمر شرم الشيخ، القوانين، القرارات الدولية؟ أكثر من 78 قرار لم تنفذ. إذن فما الذي يدعونا للتفاؤل أمام تعنت سلطات الاحتلال؟ هذه الحقيقة المرة التي يجب أن يقف أمامها المجتمع الدولي، وهناك غطاء دولي لسياسات الاحتلال وتجاهل المجتمع الدولي وقراراته ومواثيقه ومنظماته والحق الشرعي لشعب فلسطيني. حتى السلطة الفلسطينية التي أقرت واحترفت بالمؤتمرات وبإسرائيل هي وصلت لهذه القناعة، وصلت إلى هذه الحقيقة المرة. المسؤولية مسؤولية المجتمع الدولي في إيقاف سلطات الاحتلال من هذه السياسة
الإجرامية تجاه الشعب الفلسطيني، وإلا فنحن أمام المزيد من الاضطراب، أمام مزيد من العنف الذي يهدد كل البلدان. لا يوجد بلد غربي لا يتواجد فيه المسلمين، فضلا عن الآخرين الذين يتضامنون أكثر من الدول العربية والإسلامية يوميا. هذه الحقيقة التي يجب أن يعيها الجميع. العراق هي دائما في مفترق الطرق بالنسبة للعلاقات ما بين إيران والولايات المتحدة. ما هو تقييمكم للعلاقات ما بين الولايات المتحدة وإيران، وكيف ذلك يؤثر على مسؤولياتكم، خاصة أنتم يعني عليكم أن تحموا الوضع في العراق؟ وهذه الثنائية التي يجب على العراق أن يجيب عليها، في حين هو يرتبط مع دول جوار أخرى، مع دول الإقليم، ولديه مصالح مشتركة مع الجميع. العلاقة مع إيران دولة جارة، لدينا مشتركات اجتماعية، ثقافية، تاريخية، مصالح متبادلة. وقفت معنا في العملية السياسية، وقفت معنا في الحرب على داعش. بنفس الوقت لدينا مصالح مع الولايات المتحدة كشريك استراتيجي، أيضا ساهم في إسقاط النظام، في دعم العملية السياسية، في دعم جهودنا لمكافحة الإرهاب. وهذه ميزة لا تتوفر لأي دولة. هذه العراق يحمل هذه الصفة، وبالتالي هو أكثر بلد مؤهل لتحقيق هذا التقارب والتفاهم بين دول المنطقة والعالم، لتحسين علاقة إيران مع دول المنطقة والدول الغربية، وكذلك العكس صحيح. المبادئ التي نؤمن بها كحكومة هي مبادئ احترام الآخرين، مبدأ حسن الجوار، المصالح المشتركة، احترام السيادة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، مثلما نحن لا نسمح لأنفسنا بالتدخل في شؤون الآخرين. دستورنا العراقي واضح في أن لا يكون العراق منطلقا للاعتداء على دول الجوار. هذه هي مبادئ وقيم المجتمع والشعب العراقي ومؤسساته الرسمية والدستورية. على الجميع أن يفهم هذا الدور، أن يستفاد من هذا الدور لتحقيق المزيد من الأمن والاستقرار في المنطقة التي اتفقنا أن هذه المنطقة هي منطقة تؤثر على الاستقرار في العالم، والعراق دولة أساسية في استقرار هذه المنطقة. في دافوس هناك طبعا انتخابات في عدد كبير من البلدان، وخاصة في بلدي في الولايات المتحدة. إذا هناك حديث عن الانتخابات في البلدان المختلفة، يعني ترامب قد يعود، أو يعني ما رأيكم فيما يتعلق بالسياق الأوروبي؟ هناك انتخابات في الولايات المتحدة التي قد تكون لديه آثار على الناتو. هل ستكون هناك تداعية على بلدكم حسب رأيكم؟ نتائج انتخابات في الولايات المتحدة هل تكون لديها آثار على العراق حسب رأيكم؟ إرادة الشعوب وما ينتج عن هذه الانتخابات، مثل ما ذكرت لدينا اتفاقية إطار استراتيجي مع الولايات المتحدة، لدينا شراكة استراتيجية مع الاتحاد الأوروبي. قبل قليل كنت في لقاء مع المفوضية للاتحاد الأوروبي، وتحدثنا عن جملة مشاريع وعلاقة في متميزة في كل المجالات والتزامات متبادلة. هناك استثمارات مهمة لدول أوروبية وكذلك لشركات أمريكية في العراق، فضلا عن المشاريع التي نطرحها وهي مشاريع جديدة لتعزيز هذه الشراكة. العراق يؤمن بتعزيز علاقاته مع الجميع وفق المبادئ التي ذكرتها قبل قليل. Sir, many people here. العديد كثير من الناس موجودون هنا منشغلون بالتغير المناخي والبيئة. هل يمكن أن تعطونا رأيكم حول ما تقومون بهم لتخفيف مثلا شح المياه وإيجاد حلول والحفاظ على التراث؟
تتأثر بالتغيرات المناخية، والعراق من دول هذه المنطقة، لذلك دعوت إلى تشكيل كتلة تفاوضية للعراق ودول الخليج. العراق يتأثر من عدة نواحي، أولا بسبب انخفاض مناسيب نهري دجلة والفرات وزيادة نسبة التصحر، وكذلك التأثيرات المناخية الأخرى والمتمثلة بأننا بلد لم يستثمر الغاز المصاحب لإنتاج النفط. ننتج يوميا أكثر من 4 مليون برميل، وهناك غاز يحرق. هذا الغاز يؤثر على مستوى الغازات الدفيئة والاحتباس الحراري، لذلك كان واحد من أهم الخطوات إصلاحية في قطاع الطاقة هو استثمار هذا الغاز الذي يحرق من خلال اتفاقية توتال واتفاقية الجولة الخامسة مع شركة نفط الهلال العالمية وشركات أخرى، ومشاريع الجولة السادسة لاستثمار هذا الغاز. بنفس الوقت ذهبنا بكل قوة نحو مشاريع الطاقة النظيفة، أبرمنا عقود مع شركات لتوليد الطاقة الشمسية بحدود 2250 ميجا واط. أيضا في دافوس كان هناك تفاهمات مهمة مع أحد المستثمرين لتنفيذ مشاريع طاقة الرياح، والعراق لديه مناطق مؤهلة لهذا الجانب. بنفس الوقت بدأنا بنظام إدارة للمياه، الإدارة الصحيحة للاستخدام الأمثل لما متوفر من مياه، حتى نتمكن من تلبية متطلبات المعيشية والاستخدامات الزراعية والصناعية. شاركنا في المؤتمر الأخير COP28 بوفد تفاوضي مهم، وكان هدفنا وسياستنا برامجنا التي أوضحناها هو خفض نسبة الكربون سواء على مستوى الإنتاج أو الاستهلاك، وهذا جزء من الاستدامة البيئية التي تغلف مشاريع الطاقة في وزارة النفط العراقية. دقيقتان قبل أن ننهي، أود أن أدعوكم أن نفكر بصفة فلسفية وفي المستقبل. إذا نظرنا إلى 20 سنة الماضية وما حدث في العراق، هل لديكم قرار استراتيجي كان عليكم أن تتخذوه بصفة مختلفة؟ وفي المستقبل ما هي آفاق العراق بعد 20 سنة من الآن سيدي؟ هل لديكم صورة عن العراق بعد عقدين من اليوم؟ هل سيكون مختلف كليا؟ هل نعم سوف يكون مختلف كليا نحو الأفضل. العراق يسير بخطى ثابتة وواثقة، يستفيد من دعم أبناء الشعب بكل مكوناته وأطيافه، وهذا مصدر قوة لنا. نبني خططنا وبرامجنا بروح التشارك والتفاهم والتوافق بين أبناء الشعب ومن خلال مؤسساته الدستورية. نصنع رؤية اقتصادية جديدة، نحن أمام عراق جديد اقتصاديا بمختلف الفعاليات والمشاريع. نستثمر ما لدينا من موارد طبيعية، نستثمر ما نحمله من إرث وحضارة يمكننا من السير بكل ثقة نحو مستقبل أفضل فيه عراق قوي موحد مستقل مستقر. شكرا جزيلا على هذه الكلمات التفاؤل، وأود أن أشكر الجميع، أشكر كل من تابعنا عن بعد. شكرا جزيلا للدعوة وقبولكم هذه الدعوة اللطيفة، وشكرا لأجوبتكم التي قدمتموها لأسئلتنا، وشكرا جزيلا على حسن